النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها هي رسالة لعبد المنعم. أنا بحب عبد المنعم جدا جدا، وشايف إنه عبد المنعم لعيب سيبك من كورته، يعني هو طبيعي جدا. أنا بمجرد ما عرفت وأكرر مرة ثانية اللي يمكن ما سمعنيش قبل كده، إنه عبد المنعم أساسا بدايته مع الكورة مهاجم. لما كنت بتكلم على تفسير فكرة إنه ليه بيجيد ألعاب الهوا بالشكل ده، وليه دايما بيبقى ليه دور في الأهداف اللي بيسجلها سواء مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي، يعني بالبحث وبالكلام عرفت انه محمد عبد المنعم كان بدايته مركزه الاصلي مهاجم. فعشان كده الولد عنده كوره حلوه جدا، وفي منطقه الجزاء خطير جدا جدا جدا، وهو كمدافع كمان مدافع صلد، يعني وتد، يعني تقدر تراهن عليه وتحطه في اي قائمه وانت مغمض ما دام في حالته. محتاج شويه بس يهدى، محتاج شويه ياخد جزء من البرود بتاع احمد عبد القادر، لانه بيسخن في اوقات كتير جدا في الملعب، وسخن امبارح وهو بيحتفل مع حمدي فتحي واحنا في بدايه موسم، ومش ناقصين يعني، مش حمل اي نوع من انواع المخاطره. فاتمنى الحقيقه بس انه ياخد باله شويه، ناخد بالنا على بعض، لانه الموسم قدامنا طويل جدا.